واش الخوت منك واش يكون بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نحلوا واحد القوس من هنا ومن هنا، غنتكلم على اللقاح ماشي باش نقول لك دير ولا ما ديرش، دير اللي بغيتي. كنتي ما دايروش كنحترمك، كنتي دايرو كنحترمك، بجوجهم بحال بحال. بالنسبه لي انا بدينا مهلا ما وعدتكم، دونك ضربت الجرعه الاولى هذه تقريبا 28 يوم قبل، وهذه الجرعه الثانيه نفتح قوس اخر ماشي في البلاد خارج البلاد. النوع ديال اللقاح هو سينوفار، وكان من الناس اللي ديجا داز صوم كورونا في شهر 4، دونك كنت واحد يعني في حاله حجر صحي، دونك داكشي نورمال بالنسبه لي انا، نورمال ما احسش بشي شي حاجه عاديه. في الشهر يعني اللي فات دونك نقص من هذا النهار هذا نقص عليه 28 يوم، كنت ضربت اللقاح ديال سينوفار في واحد المصحة الميدي كلينيك، دونك الناس اللي عمرها سلعة اطباء كيديروا مجهودهم وكيخليوك تحسب حتى شي حاجه، واي حاجه تقد تعرضك للخطر ولا شي حاجه راه كيلغيوها كما بغات تكون. بالنسبه للضغط اللي كنتي متوتر ولا شي حاجه وكان طالع لك الضغط، بالنسبه لك كنتي كتخاف بزاف، بالنسبه لبزاف ديال الحوايج، دونك كيسولوك بزاف ديال الاسئله قبل ما دير اللقاح، دونك كيأكدوا ان الغلط ما خصوش يكون. واخا داكشي سامبل مي هما كيرفعوا درجه الامن الصحي باش ما يوقع حتى شي حاجه. وكتضرب اللقاح دونك الجرعه الاولى كتضربها وكتجلس حدا الطبيب 15 دقيقه، دونك باش ما حتى حسيتي بشي حاجه ولا جاتك تقيه ولا شي حاجه، دونك هادي ديرينها غير في السيفتي، دونك داخله غير في السيفتي، دونك كتجلس كتحس بوالو كلشي فحالك. باش حسيت المره الاولى حقيقه ما حسيت بشي حاجه، حتى ديك البركه ديال البيكورا ما حسيتش بها، لقاش لا دوز نظن 30%. داز المده الثانيه ضربت عاوتاني الجرعه الثانيه، لا دوز ديالها زايده كنظن، ماشي معلومه صحيحه مي كنظن 70% على لا دوز الاولى، حتى هي ضربتها الحمد لله ما حسيت في شي حاجه، دونك ما حسيت بوالو. بالنسبه للبيكورا كانت مضغوطه شويه، البيكورا ضربت البيكورا كانت بحال لا دوز طرات شويه في البلاصه ديال 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 البيكورا، دونك سواء كنتي غتجبد الدم ولا غيجبدوا لك كي بحال داك البلان كتبقى تحرق ديك البلايصه، دونك داكشي اللي واقع كتحرق اي واحد شويه، شي حاجه اخرى ما كايناش اصلا كاع في مره، ما كتحس بحتى شي حاجه. هادشي بالنسبه لي انا. بالنسبه للناس اللي ما كيضربوا لهمش كما تدرتها في المغرب، يعني الناس حوامل، الناس اللي المراه اللي شاكه في راسها راه حامله ولا اللي كترضع حتى هي ممنوع عليها، بنادم اللي مرتفع له الضغط سواء كان توتر ولا ارتفاع الضغط المؤقت ولا مريض كاع بالمرض ديال سميتو ارتفاع الضغط، حتى هو ما كيريسكيوش به، دونك ما كيديروش، دونك ما عرفتش مي داكشي التخصص ديالهم. الناس عاديين الاخرين السكري شي حاجه اخرى ما كايناش. بالنسبه للضغط الا نخفض لك سير ضرب عادي ما عنديش مشكل، ما كاينش مشكل وصافي، هادشي اللي كاين. بالنسبه للاعراض راه قلت لك الاعراض غير ديال البيكوره، البيكوره الاولى ماشي هي الثانيه، البيكوره الاولى كانت لا دوز قليله كتحس بشي حاجه في ديك البليصه، الجرعه الثانيه لا دوز كبي يعني عاليه شويه، دونك كتحس بديك البليصه فين مضروبه لك بيكوره الحريق، هذيك هذيك الحريق راه من صغرنا حنا كنحس بها، انا اصلا من الصغر ديالي في ما ضربت لي بيكوره كنحس بها، دونك هادشي اللي كاين. ونتمنى يعني الميساج يكون وصل، وما نقص حتى شي حاجه ما زدت حتى شي حاجه، دونك ما كاين حتى شي حاجه من داكشي اللي كيقولوا، مثلا غاي حمقك غاي سطايك اللي تيقول لك شريحه، دونك داكشي الا بغاو يراقبوك راه ما يراقبوكش بداكشي، يراقبوك شي حاجه مجهده، واصلا راه مراقبين شحال هادي باش نكونوا واضحين في هاد الامور هادي، جوجل عارف عليك كلشي. نتمناو الميساج يكون وصل، وهادشي اللي كان بالنسبه للقاح، ونتمنى يعني اللي باغي يضربو الله يسهل عليه، اللي ما باغيش يضربو حتى هو الله يسهل عليه، تنحترم هاد السيد وهاد السيد بحال بحال. دونك بالنسبه للناس اللي خدامين راه مشكوكه فيها، لحقاش الاداره او الشركه او المؤسسه عندها قوانين ديالها خاصه ضروري غتلزمك، هادشي في اطار يعني العمل مواكبه يعني يعني العمل ديالها في الدوله ولا في شي حاجه، الحر ديال راسو تاجر بيع وشري كيما بغا يكون، ما كاينش اللي يهضر معاه ما كاينش اللي يتسوق له، هادشي اللي كاين لحد الان. نتمنى الميساج يكون وصل وتوحشناكم كاملين، حتى واش تدعمونا في الشراكه جابوا تعليق وتبارطاجوا مع العشرين ديالكم هاد المعلومات هادو، وتسناونا في حلقات جداد مغيزين. خدنا السلام، الميساج راه وصل، بسم الله.